السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نأخذ الصفحتين 34 و35 من كتاب فضاء الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي. نأخذ الدرس السابع وهو الزوايا لي زونغل. الحصة الثانية، حنايا في هذا الدرس نتعرفوا على شيء يسمى بالزوايا. كنا كنعرفوا حاجة واحدة هي الزاوية القائمة، مثلا كنقولوا عندنا مربع بحال هكا، كيكون المربع بحال هكا تقريبا، كتكون هاد الزوايا ديالو قائمة، يعني 90 درجة. حنا من غير الزاوية القائمة نتعرفوا على زوايا جداد، هما اللي غنشوفوهم في هاد الدرس. اكتشف واتمرن، عندنا اول نشاط هو الاحظ واربط كما في المثال. هما عطينا واحد المثال، حنا خصنا نديرو غير بحالو، هذا هو المطلوب منا. عطينا اول حاجه هذا مقص، ياك شوف الفتحه اللي داير له، هاد الفتحه هذه بحال هكا كتسمى هذه زاويه، هذه كتسمى زاويه. قال لك ان هنا عطينا مقص، كل ما قصد دابا شوف هاد الفتحة مغيرنها هنا ومغيرنها هنا. هنا عطينا واحد الأكلة كتسمى بيتزا، هالفتحة اللي يعني خداو منها واحد لابارتي بقات لنا هاد الزاوية، هاد الفتحة دايرة بحال هكا، هيا هادي كتسمى زاوية، عفوا خصها هادي تكون بحال هكا، هادي زاوية هادي زاوية وهادي زاوية. حنا بلا ما نبقاو نصدعو راسنا مع الزاوية ما الزاوية، حنا غنهضرو غير بالفتحة، شكون اين فتحه كتشابه مع الاخرى. عندنا بحال هاد المسافه بحال هاد المسافه، واش هادي كتشبه لهادي؟ لا، شوف هادي محلوله بزاف حتى هادي محلوله بزاف. وكذلك هاد الساعه العقارب ديالها شوف كيفاش دايرين، واحد غادي هكا واحد هكا، يعني تقريبا نفس الشكل ديال هادي ونفس الشكل ديال المقص. حنا نمشيو لاشكال اخرى ونربطهم مع بعضياتهم. حنا نشوفوا مقص ثاني، ناخذ مثلا هذا، هذا شوف الفتحه ديالو قداش، بحال هكا هذا بحال هكا ودايره بحال هكا، واش كتشبه لهادي؟ لا، هادي كبيره كتشبه لهادي، اذا ها هي نفس الفتحه، هي كتعاود لينا هنايا. اذا غتاخذوا مسطره ولا غير بيديكم اللي بغيتو، غتصالو بسهم، يعني تشدو من هنا حتى لهنا غتصالو بسهم، يعني راه هاد الفتحه كتشبه لهادي. من بعد تشوفوا اين ساعه كتشبه، واش هاد الفتحه قد هاد الفتحه؟ لا، هادي كبيره شويه، اذا قد هذه، ها هي نفس الفتحه اللي هنا، ها هي كاينه هنا نفس الدرجه اللي كنمشيو بها، اذا غنديروها مع هاد. دابا ندوزو اللي من بعد، عندنا هذه لاياش كتشبه هاد الفتحه، هذه بحال هكا لاياش كتشبه، كتشبه لينا لهاد الفتحه هذه، ها هي بحال هكا، اذا نصالوها معها بخط، اولا باش ما تقفلناش الثاني غنديروا لها بحال هكا شبه لهادي. ومن بعد اين ساعه لهاد الساعه، حيت هاد الزاويه راه الى جينا نشوفوا راه زاويه قائمه، ياك هادي راه زاويه قائمه تقريبا قائمه، نعم، وحتى هنايا راه زاويه قائمه، الى جينا نشوفوا هنا راه زاويه قائمه، نخطوها بحال هكا شويه، هاي ها زاويه قائمه، يعني هانتوما شفتوا انهم كيتشابهوا، يعني غنمشيو وغنصالو بسهم. وبحال هكا غنكونو سالينا النشاط الاول. حنايا شنو درنا؟ خدينا غير الفتحات قلنا اللي كيتشابهوا مع بعضياتهم وصلنا بهم بخط، اولا صلناهم بخط. دابا عطيني التمرين الثاني، قال لينا جوبسيرف لا الاحظ لوفيرتور دو باك، غنلاحظوا الفتحه ديال كل ديال المنقار ديال كل طير، قال لك دو شاك وازو ديال كل طير، اي جو رونج لي وازو سولون لونغل، يعني اي جو رونج هي ارتبو ها الطيور حسب كل اونغل، يعني كل زاويه. ديتيرميني باغ شاك باك دون لوردر كرواسونس او لا كرواسون، يعني حسب غرتبوهم حسب الزاويه، يعني الزاويه اللي كاينه عند كل منقار، وكيفاش غرتبوهم بلوغدغ كرواسون، يعني من الصغار الكبير، يعني بالترتيب التزايدي بالاصغر الاكبر. نتوما علاش غتركزوا؟ غتركزوا على المنقار، على الزاويه، يعني هذه اللي من هنا ومن هنا، ما هادشي اللي هنايا ما غديوهاش فيه، ولكن هو قال لنا غير جوبسيرف،
يعني داكشي غيكون غير بالعين المجرده، غير بالملاحظه. شكون اللي كيبان لكم راه صغار؟ اول حاجه احنا غنمشيو نشوفو هذا، شوفوه كيفاش داير، هاد الزاويه ديالو كيفاش دايره، هذه هي الزاويه ديالو شفتوها، وهذا ها هي الزاويه ديالو، شوف كيفاش دايره، وهذا ها هي الزاويه ديالو. شكون اللي كيبان لكم الزاويه الصغيره كاع؟ طبعا هي هذه، شوفوا هذه الزاويه قداش صغيره، يعني سي هو اصغر منقار اللي ولا اصغر زاويه ديال المنقار اللي تابعوا تابعوا ا، حيت ا ها هي، شوف ا قداش وشوف ب قداش، يعني ا صغر من ب، يعني ا كبر من سي ولكن صغر من ب، من بعد اخر وحده هي ب. ترتيب التزايدي سي مورها ا مورها ب، يعني سي هو اصغر زاويه تبعها الزاويه ا تبعها الزاويه ب. هادشي قال لينا غير بالملاحظه، يعني غير لاحظناهم بعينينا، والا جينا نتاكدوا راه لقاو نفس الشيء. اذا هكا نكونوا سالينا الصفحه ديالنا، صفحه 34، ودابا انتقلوا للصفحه المواليه وهي صفحه 35، ودابا ناخذ الصفحه 35 الحصه الثالثه، ناخذ التمرين الموالي وهو تمرين 3. شنو كيقول لنا؟ ارتبوا الزوايا من الاصغر الى الاكبر. حنا خصنا شنو نديرو؟ نرتبوا الزوايا كيف ما قالوا لنا من الاصغر للاكبر، وهذا الشيء راه باين غير بالملاحظه ولكن حنا خصنا نتاكدوا ضروري. تقدروا تاكدوا بالانسخ وتقدروا كذلك تحسبوا بالكوس حتى هو. مثلا الزاوية الأولى فهي زاوية قائمة باين، ولا بغينا نتأكدو فهي زاوية قائمة، وهاد الزاوية فهي أصغر من الزاوية القائمة، إلا لاحظتو فرها صغيرة يعني ما وصلش حتى لهنا، ولكن هاد الزاوية فهي أكبر من الزاوية القائمة ياك. ونشوفو هنايا هادي كذلك أصغر من الزاوية القائمة، يعني كاملة صغر من هاد الزاوية الا هذه الكبيره. اذا ا فهي اكبر زاويه، ا هي اكبر زاويه حيت ما كاينش مكبر منها، كاينه عندنا هذه هي الاولى عاد تبعها الزاويه القائمه، حيت هادو بجوج صغار من هذه، وهذه بوحدها اللي كبر منها، يعني هذه الكبيره تبعها دي اللي هي الزاويه القائمه. شنو مورا دي؟ واش سي ولا بي؟ حنا ما عرفناش، تقدروا تحسبوها بالانسخ كما قلت لكم، وتقدروا غير تدقوا الملاحظه. الا جينا نشوفوا هاد الزاويه بحال هكا، ها كيفاش دايره، وهاد الزاويه ها كيفاش دايره، الا كتلاحظوا انها هاد البلاصه ديالها صغر من هاد البلاصه، يعني هذه هي اصغر زاويه. الزاويه سي هي اللي من بعد، وعاد تبعها الزاويه بي، كاينه سي كاينه اخر وحده هي الزاويه بي. علاش كنديروا من فوقهم هذا الشابو بحال هكا؟ باش نبينوا انها زاويه، يعني هذيك هي الزاويه اللي كنهضروا عليها حنايا. ومن بعد ناخذ التمرين الرابع، قال لنا الاحظوا الزاويتين الملونتين والونوا باللون نفسه كل زاويه مساويه لكل منهما. الطريقه اللي حنا غنتبعوا، اللي بغى يتبع مثلا طريقه الانسخ، يمشي يحط انسخ فوق كل زاويه ويرسمها يلونها، ومن بعد يمثلها على جميع هاد الزوايا يشوف اللي كتشبه ليها. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هي ترسموا او تمثلوا نفس هاد الزاويه مثلا على ورقه بحال اللي درت انا. مثلا هاد الزاويه اللي باللون الاخضر راه هي نفسها هاد الزاويه، بهذه الطريقه لاحظتوا انها هي نفسها. شنو حنا نمشيو نديروها على جميع الزوايا ونشوفوا اللي كتمثلها، ان لونوها بالاخضر كذلك. ها هي لونتها باللون الاخضر، من بعد شنو غنديروا؟ نمشيو نمثلوها على كل زاويه. مثلا نبداو بهذه الزاويه الاولى، نشدو نحطوها هنا، واش هي نفسها ولا لا؟ شدوها نحطوها بهذا الشكل، شنو كتلاحظوا؟ انها نفس الزاويه، يعني نمشيو هادي ونديرو لها بحال هكا ونلونوها باللون الاخضر بهاد الشكل. وندوزو للزاويه الثانيه،
ونشوفوا واش هي نفسها. نحطو هنايا كما كتلاحظوا ان هذه الزاويه صغيره على الزاويه الخضراء. ندوزو لثالث شكل. هذا الشكل شنو كيبان لكم؟ كذلك هانتوما كتلاحظوا الفرق انها صغيره عليه. مثلوها مزيان وحطوها بشكل جيد، ابقاوها انها صغار. دابا ندوزو للشكل الثالث او الرابع وكيبان الفرق كذلك. حتى هذه زاويه لا علاقه بها. ودابا نمشيو لهذه الزاويه، كذلك هاد الزاويه كبيره على الزاويه الخضراء. واخر زاويه فغتمثلوها مزيان، ها هي كما كتلاحظوا انها نفسها، يعني حتى هي لونها باللون الاخضر بحال هكا، لونها باللون الاخضر. نشوفوا هاد الزاويه واش مماثله لهاد الزاويه ولا لا. نعم فهي مماثله ليها، ياك هاد الزاويه ما كتساويناش هاد الزاويه. الا جينا نشوفوا لهنا القاوها كبيره عليها، يعني ما كتساويهاش. ولا بغيتو تتاكدوا تشدوا هادي حيت هي صغيره وتشوفوا هادي ما كتساويش هادي، ياك. اذا هاد جوج اللي لقيناهم، هاد الزاويه وهاد الزاويه اللي لقيناهم كيساويو هادي، راه ما غيساويوش هادي، يعني هادو كاع ما نحتاجو نحسبوهم. ولا بغيتو تتاكدوا غنحسبوهم. هادي ها هي، ها هي شوف شحال كبيره على هاد الزاويه الاولى. شوفوا الزاويه الثانيه انت هي كبيره عليها. نشوفوا الزاويه الثالثه واش قدها ولا كبيره عليها. القاوها انها كتساويها، يعني لونها باللون الاحمر. يا هاد الزاويه كتساوي الزاويه الحمراء. ناخذ هاد الزاويه نلقاوها لا ما كتساويهاش. او الزاويه الاخيره نشوفو نلقاوها كتساوي لنا الزاويه الحمراء، يعني حتى هي غنلونوها. اذا شنو لقينا؟ لقينا ان جوج زوايا كيساويو الزاويه الخضراء، وجوج زوايا كيساويو الزاويه الحمراء. وهكا نكونو سالينا التمرين الرابع. ودابا ناخذو التمرين الخامس. شنو كيقول لنا؟ ألونوا بالاخضر الجزء الذي لا يمكن للطفل ان يراه من النقطه الحمراء خلف الحاجز الازرق كما في المثال. حنا غنشرحوا نقطه بنقطه. قال لك غنلونوا بالاخضر الجزء الذي لا يمكن للطفل ان يراه. نمشيو حنايا نلونوا بالاخضر واحد الجزء اللي الطفل من هذه النقطه ما يقدرش يشوفه مور هذا الحاجز. كيفاش؟ مثلا هنا عندنا الطفل، ياك، هو اللي مثلناه هنا بالنقطه الحمراء، ياك. قدامه واحد الحاجز كيغطي عليه يشوف داكشي اللي مورا الحاجز، ياك. هذا الحاجز هو هذا الخط اللي باللون الازرق، ياك. هذا هو الحاجز الازرق. الطفل واش يقدر يشوف هذا الشيء اللي من وراه؟ لا، ما يقدرش يشوف. تقريبا كيفاش ما يقدرش يشوف؟ ما يقدرش يشوف كاع هذا الشيء اللي من هاد النقطه حتى لهنا، يعني من هنا حتى لهنا ما غيقدرش يشوف. عينيه ما تقدرش تشوف هذا الشيء اللي هكا، وكذلك حتى هذا الشيء اللي هكا. شنو يقدر يشوف؟ يقدر مثلا درنا من هنا لهاد النقطه، غيشوف هاد النقطه، غيشوف هاد النقط كاملين الى دار. ولكن من هنا حتى لهنا ما غيقدرش يشوف هاد البلايص كاملين، حيت الا جيتي وقفتي في هاد البلاصه ما غيبانلكش هاد الكرسي، حيت هاد الكرسي مغطي عليه هذا. وهكا كنحسبوا، يعني هذا هو المثال. هنا عندنا النقطه الحمراء ما غيقدرش يشوف من هاد الجهه كامله ومن هاد الجهه كامله، يعني هذا هو المستوى اللي في الاخضر هو اللي ما غيقدرش يشوفه. حنا خصنا نمثلو كاع هاد المستويات. وعطاونا مثلا عطاونا حاله اخرى. هنا قال لك الا كان الطفل واقف هنا، دابا عطاونا حاله اخرى. الا قال لك كان الطفل واقف هنا شنو ما غيقدرش يشوف؟ ما غيقدرش يشوف كاع هادشي من هاد الزاويه حتى لهنا ما غيقدرش يشوف، وكذلك من هنا حتى لهنا ما غيقدرش يشوفها، يعني كاع هاد الجزء والا طولنا حتى لهنا كامل ما غاديش يقدر يشوفه. علاش؟ حيت هاد الجهه حيت هاد الحائط اولا هذاك الجزء كيحجز ليه النظر لدوك الجوايه. ها
احسن نلونها باللون الاخضر. دابا نشوفوا الحاله الثالثه، هي الا كان عندنا الطفل في هذه النقطه ياك والحاجز هو هذا، شنو ما غيقدرش يشوف؟ طبعا ما غيقدرش يشوف من ديك النقطه لهذا المستوى كامل، هاد البلاصه كامله ما يقدرش يشوفها، كذلك هاد البلاصه كامله. خصكم تفهموا ان واحد الحاجه كل ما قرب لهاد الحائط غيبقى يبان له غير هو، ما غيبقاش يشوف كاع الجوايه اللي حداه. لا من هنا يعني شوفوا المستوى شحال كبر، كل ما قرب الحائط كل ما انت مشيتي قدام شي حيط وقربتي حداه راه ما غتبقاش تشوف لا من هاد الجهه لا من هاد الجهه، تبقى يبان لك داكشي شويه غادي وكينقص. اذا هاد المستوى كامل غيقدرش يشوف. ودابا ندوزو للحاله الرابعه، الا كان عندنا الطفل واقف في هاد الجهه شنو ما يقدرش يشوف؟ ما غادي يقدرش يشوف هاد الجهه طبعا، وكذلك هاد الجهه، وهذا هو المستوى اللي ما يقدرش يشوف. عفوا هاد البلايص اللي هنا راه يقدر يشوفهم، يعني هاد البلايص ما غتلونهمش، يعني ها اللي ما غيقدرش يشوف هما هاد البلايص، اما هاد البلاصه راه كيبقى يشوفها، يعني هاد البلايص ما تلونوهمش، لونوا غير اللي من بعد هذا، يعني هاد البلاصه غيبقى يشوفها، كذلك هاد البلاصه يعني اللي ما تلونوش هما اللي تلونوه هما هاد البلايص اللي مور الحاجز ماشي اللي قبل منه. دابا ناخذ اخر تمرين وهو تمرين 6. قال لينا التمرين السادس، قال لك جوبسيرف ولاحظوا لي زونغل اي جو كومبليت لو طابلو، غنلاحظوا هاد الزوايا اي جو كومبليت غنكملوا الجدول، لاحظوا هاد الزوايا هما اللي هنايا غنكملوا الجدول. اول حاجه نشوفوا الملاحظه اللي عطينا، قال لينا باش تشوفوها مزيان، قال لينا اونغل اوبتو شنو كتعني؟ هي الزاويه اللي كتفوت لينا 90 درجه. ها نتوما ركزوا معايا باش تفهموا، هذه هي مثلا، هذه هي الزاويه اللي عندنا ياك، هذه هي الزاويه. كنمشيو كنحطوا المنقاله بحال هكا، عفوا الكوس بحال هكا، كتحطوا على الزاويه. الا كانت بحال هكا راه كتسمى زاويه قائمه، ها هي بحال هكا، هذه كتسمى زاويه قائمه، يعني اونغل دغوا، يعني زاويه قائمه. الا كانت ها هي الزاويه القائمه عندنا، ولكن هذه الزاويه اللي حنا كنهضروا عليها كبار من الزاويه القائمه، كتسمى زاويه منفرجه، يعني اونغل اوبتو. ولكن الا حطينا مثلا هكا الزاويه القائمه ولقينا ان هذيك الزاويه صغر من الزاويه القائمه، شنو كتسمى؟ اونغل ايغو، يعني زاويه حاده. ودابا ما علينا غنمشيو نخدمو ياك، نمشيو لاول زاويه، ها هي كيفاش دايره، هذه هي الزاويه ديالنا، كتلاحظوا انها زاويه قائمه، يعني نمشيو شنو الرقم ديالها؟ هو واحد. نمشيو نكتبوها فاش في اونغل طغوا، يعني هذه هي اللي نكتبو فيها واحد، زاويه قائمه. دابا نمشيو لجوج، نمشيو نحطو القوس بحال هكا ياك، شنو كتبان لكم؟ ها هي الزاويه القائمه ياك، وهي صغار من الزاويه القائمه، يعني شنو هي؟ هي اونغل ايغو، يعني زاويه حاده، يعني نكتبو جوج هنا. نمشيو لثلاثه، ثلاثه عندنا هذه هي الزاويه ياك، هذه هي الزاويه القائمه، ها هي فين كتسالي؟ كتسالي لنا هنا، ولكن الزاويه اللي كنهضروا عليها راها زاويه كبار من الزاويه القائمه، يعني اونغل اوبتو، يعني نكتبوها في ثلاثة. دابا الزاوية الرابعة او ثانية، نمشيو نحطو الكوز ونشوف، كما كتلاحظو ها هي الزاوية القائمة عندنا، هي كنحطوه كنمشيو لشي ضلع كنحطوه، وخصو يكمل لينا
90 درجة، يعني خص القوس يكمل هاد الجهة تكمل، يعني هنايا فين عندنا زاوية قائمة، هذه إلى لاحظتوا أنها صغار من الزاوية القائمة، يعني إينا زاوية، زاوية الحادة، يعني غنمشيو نكتبو هنايا 4. ودابا ندوزو للخامسة، خامسة ها هي الزاوية القائمة، هي أكبر من الزاوية القائمة، يعني أش هي؟ منفرجة، هي أونجل أوبتو، يعني هنا نكتبو خمسة. دابا نشوفو الزاوية رقم ستة، وهي زاوية حادة، حيت ها هي الزاوية القائمة هي صغر منها، يعني نمشيو نكتبوها هنايا، نكتبو الرقم ستة. قال لنا آخر زاوية هي الزاوية رقم سبعة، شناهي؟ زاوية قائمة، يعني نمشيو لدغوا ونكتبو سبعة. وهذا هو التمرين ديالنا، يعني بسيط غير باستعمال الكوس كنعرفو وشكون اللي كبر، اللي كبر من الزاوية القائمة راه كتسمى منفرجة، اللي صغر منها كتسمى حادة، وكنبداو نحطو، يعني ما كاينش مسهل منه. اذا هكا نكونو سالينا الصفحة 35، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.